السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم رياض البغدادي، باحث في الإعلام الآلي من جامعة MIT بالولايات المتحدة. واليوم يشرفني ويسعدني أني نستضيف الدكتور بلقاسم حبة. دكتور بلقاسم حبة هو من أبرز الشخصيات الجزائرية ولا الباحثين الجزائريين في مجال الإلكترونيك عبر العالم. متخرج من جامعة باب الزوار، تحصلت على الدكتوراه أو تحصل على الدكتوراه من جامعة ستانفورد اللي أنا متواجدين فيها حاليا الآن. عنده أكثر من 1100 براءة اختراع، مصنف ضمن أكثر 100 عالم إنجازا بحيث أو غزارة بحيث عدد براءة الاختراع. أهلا بك دكتور. لو كان تقدر تعطينا بداية نبذة عن المشوار بتاعك من البداية، من لما كنت في الجزائر إلى غاية الآن، أهم المحطات اللي جزت عليها خلال المشوار بتاعك. السلام عليكم. نعم السلام. نبدأها من الأول أحسن. زدت زايد في مدينة اسمها مدينة المغير في ولاية الواد. هذاك الوقت كان عندنا غير السيام فقط، حتى السيام ما يكملش. ومن بعد رحت درت الليسي في ليسي الأمير عبد القادر في تبورت، ومن بعد رحنا لباب زوار. باب زوار درت دي او اس دبلوم دونسينيمون سوبيريور فيزيك الفيزياء. ومن بعد عطاوني منحة، الدولة الجزائرية عطاتني منحة باش نجي للولايات المتحدة. جيت على طول كاليفورنيا، وبالمناسبة هذاك الوقت ما كنتش اسمها في ستانفورد هذيك الوقت. لحقت والله يعني كل جاي من الصحراء ما نعرفش الا شيء هذاك. المهم جيت لستانفورد، درت ماجستير في الفيزياء التطبيقية، ومن بعد حبيت ندخل الطاقة الشمسية في ذاك الوقت، فغيرت درت ماجستير في الطاقة الشمسية، ومن بعد درت دكتوراه في نفس الميدان. بعد التخرج من ستانفورد، ساعة رحت المخبر تاع اي بي ام موجود في نيويورك. في اي بي ام كنت عطاني العمل نخدم على لابليكاسيون ديال لازير وميكرويكترونيك. ملاحظة فقط، اي بي ام اللي سمعكوهاش، اي بي ام هي من اكبر الشركات في مجال الاعلام الالي. عبر هذا القرن اللي فات كامل كانت هي تقريبا مسيطرة على الاعلام الالي في العالم كامل. فدرت تطبيق الاشعة ليزر وميكرويكترونيك هذاك الوقت، وبعد سنتين قررت ادخل الجزائر لسببين. السبب الاول ان الخدمه الوطنيه، الواحد لازم كجزائري لازم يدير الخدمه الوطنيه تاعو. والسبب الثاني لازم الواحد يحس بانه على الاقل هذاك الوقت نحس باني دين اتجاه انه الواحد سد كل عطاك من التعليم وقريت تعلمت في الجزائر، ذاك لازم ترجع. فرجعت بزاد على الوصول قالوا لي راك معكم من الخدمه العسكريه يعني، وبديت نحوس العمل. فكان فيه بعض مشاكل باش نلقى العمل، دور الجامعات الكل ما قبلونيش، ولكن في الاخير قبلتني جامعه. حكيت لي بانه بصعوبه تحصلت، بصعوبه باش تحصلت 9 اشهر وانا ندور باش تحصلت على وظيفه. ومن بعد حصلت على وظيفه في جامعه بسكرة. للاسف قعدت 3 اشهر، وهذا راجع انه ولا كل راجع لسببين. السبب انني كشخص كنت حاب ندير حاجه في الحياه تاعي. عندك طموح علمي. وهذاك بسكره كان ذاك الوقت للاسف كان ما فيها والو، كان حيوط ولا مخابر ولا اشياء هذاك. عرفت بلي لو كان وعد ثم كما يقولوا واحد تفر فيه وخلاص. فقررت لا هذه القضيه هذه ما تصلحش بيا، لازم. والسبب الثاني تدهور الحال الأمنية، الحالة الأمنية، وخاصة من الناحية وكنا نسكنهم. كنت عندي 125 كيلو نروح من المغير إلى بسكرة كل يوم، في الطريق هذه كانت شوية مشاكل. كنت كل يوم كنت تمشي من المكان بسكرة المغير، من المغير 125 كيلومتر مغدا و 125 كيلو كل يوم 250. فعلى الأخير قررت بلي لازم نغادر. ففي ذاك الوقت اتصلت فيا شركة انيسي، كنا نعرفهم يعني من قبل،
اتصلوا فيا قالوا لي ماذا بينا تعاود تجي ودير لنا نفس الشيء اللي كنت ديروا في اي بي ام. تخدم في اي بي ام وتزيد تخدم عندنا. درنا كوبي تاعو. طلع في هذاك الوقت في اي بي ام كانت. كنت يتنافسوا بينهم. لا كنت درت واحد الشيء في اي بي ام ولا شويه معروف. حابين نعاود هذا. فرحت لليابان. في اليابان قعدت 6 سنين ونخدم في بديت بالتطبيق على الاشعه. أشياء ليزر ميكرو إلكترونيك ومن بعد تغيرت لأشياء أخرى ميكرو إلكترونيك وجنرال مينياتوريزاسيون تصغير و مينياتوريزاسيون كنشرحها لهم هي تصغير الإلكترونيك بحال وبعد 6 سنوات قررت نعاود نرجع لأمريكا نرجع لسبب أسباب عائلية فلما رجعت لأمريكا هذاك الوقت كان لما قررت شغل دورت الصفحة كما يقول كي دورت الصفحة قلت أنا كنت نخدم في شركات كبار حبيت تتبدل المناطق كل كنت في شركة فيها 300,000 والأخرى فيها 250,000 واحد يحس روحه صغيرة كحوتة صغيرة وسط حوت كبير وما تشوفش كنت تخدم في شركة كبيرة ما تشوفش وش راه صاير داير بيك من قررت نعود نبدا في الستارت اب بدل من شركه كبار دخلت في تسلا هذاك الوقت كان تسلا صغيره خلاص دخلت فيها كانت لسه عبدات ما كنتش مع لي فونداتور تاعها ولكن كنت مع الجماعة الاوائل اللي بداو فالنظره كانت سهله هذاك الوقت كنا باش نصغروا التليفون نظره يعني هذا هو كان الهدف تاعنا الهدف البزنس بلان تاعنا كان هذاك التليفون كان كبير كنا كيفاش نصغروه وكان على بالنا لو كان نصغروه وهو صغار يتباع منه ياسر ف يعني السيبور تاع الفينونسي كان كبير كان يعطونا دراهم ياسر بعد 10 سنوات من العمل يعني هذه كانت واش من سنوات هذه في منتصف التسعينات في التسعينات بمن لحقت 98 بدات النتائج تبان وبدات يستعملوه توت لي ميموار من هذاك الوقت الى حد الان لي ميموار تاع الديرام كل حاليا يستعملوها تكنولوجيا يعني مثلا في اجهزه الحاسوب اللي عندنا لي بورتابل الهواتف التليفون تاعك ولي بورتابل ولاو كل يستعملوا التكنولوجيا فتيسرا في حد ذاتها ماهوش مكان وين نخدموا لي بياس هذاك انا تجينا الفكره نطبقوها وناخذ نديروا لي بريفي عليها وكسان نكونها وكسان نترونسفيرو النو هاو نعطوه للشركه اخرى اللي يستعملوها يعني هي شركه وظيفتها انها تجيب ناس مختصين وباحثين يديروا براءة اختراع يحطوهم ويبيعوهم لشركات اخرى وهي تستفيد ما يبيعوش يديروا لي ليسونس لايسونس مش كيف يعطوك دراهم مره واحده ليسونس يعطوك لمده 20 سنه فالشركة لحد الآن عندها حوالي 4,000 بريفي اختراع ونرجع للنقطة الأولى اللي هضرت عليها اللي قلت لي عندي 1100 اختراع وهذا باش نعود ثابت واضح الاختراع هذه كل فيها اللي خرج وفيها اللي مازال فيها اللي اون ابليكاسيون باش نعود واضح مش كل بيبلي ومن بعد هذيك قررت نروح ندير ولا نرجع لهذيك النقطة أن الشركة بحد ذاتها لي بياس هذوما إلى حد الآن كان حوالي قلت لك 200 مليار بيس تباعت عالميا إلى حد الآن ما يناسب تقريب 20-30 ولا قد بيس لكل إنسان في العالم. يعني حتما اي شخص في العالم يكون مستعمل بعض من التقنيات تاع ومنها مش غير هذا من البيوس درنا الكاميرا التليفون حوالي 30% تاع التليفون اللي تباعوا حاليا يستعملوا التكنولوجيا تاعنا كي تهز التليفون تاعك وتشوف هذاك لو كاري هذاك اللي يخرج لك هذاك التصوير هذا كل تبع تسارع كل اختراعات وهذاك اللي نحلك الحموريات على العينين كل التقنيات كل تقنيات من الشركه مش معروفه خارجيا خاطر
هي شركة متخصصة بزنس تو البزنس تاعنا وانا شركة احنا المشتري ثم تبيعوا ثم تعاملوا مع شركة ما تعاملوش مع ناس ومن بعد قررت بعد هذاك قررت نروح ندير ونرجع لهنا باش الناس تفهم بلي مخبر يبالك مخبر تبالك حاجة كبيرة لا المخبر ان عندك ما يفوتش يا ربي المخترعين بحد ذاته ندير ان سونتر احنا الشركة تدير حوالي 200-300 مليون دولار العام دخل فايدة من الاختراعات هذه المخترعين بحد ذاتهم يا ربي خربها على خمسة فقط والبقية أنه جماعة سيدي زنجينيور ليخدموا لي الأولمبياد لا داعي تكون عندك معنا صوت آلاف المخترعين خمسة ولا ستة اللي قادرين ومن بعد قررت ندير شركة أخرى ستارت اب خلاص خرجت درت اسمها سيليكون فال وهذه الشركه ندير الكونيكسيون دير السرعه ما بين لان هذه ستارت اب تاعكم انتم تاعي واحده جديده تاعك درناها ودرنا البرنامج تاعها والاشياء هذه الكل ومن بعد بعناها لسامسونج ومن بعد رحت لشركه رامبس خدمت معها دركت رامبس كنا نستعملوا تكنولوجيا تاع رامبس دير لا ميموار تاع الشيء بس تستعمل تكنولوجيا تاع تسرع عشنا هذيك لا ميموار عاد نستعملوها لي بلاي ستيشن 2 و 3 دونك كان لي الحظ باش ندير الديزاين تاع بلاي ستيشن 2 و 3 في توسكي لا بارتي ميموار مشكل ومن بعدك ساعة اتصلت بيا جوجل قالوا لي مثلا تدخل معنا في السونتر داتا سنتر نخدموا في الكيسيون تاع التكنولوجي في جوجل ولكن في الاخير قررت نعاود نرجع تفضل انك ترجع للبحث العلمي السونتر الاول اللي بديت فيه وحاليا راني في السونتر والدور تاعي اني وش يسموه سينيور تكنيكال فالو ما يقابل معنا في الجامعه انه استاذ بروفيسور في الجامعه معنا حتى الشركات عندهم دي بروف شغل البروف الدور تاعك انك تدور برك تحول على اشياء وتختار على اشياء بدون ما عندك مانجمنت الدور تاعي انك شركه تجيب الافكار برك نعطيهم هم يطبقوا ان شاء الله ايضا قريت على انه كان عندك مشروع اللي هو موقع على الانترنت وين جمعت فيه بيانات عن مجموعه كبيره من الباحثين الجزائريين عبر العالم جمعت فيه المخترعين الجزائريين تقدر تحدثنا شويه على النقاط على هذا المشروع وقت المشروع هذا وقتاش ليه مره مره كنت دائما عندي رغبه في الاختراعات الناس مثلا شكون الجزائريين واش راه اخترعوا واش راهم يديروا فكل مره نسمع بواحد كنت نسجلوا في سجل ومن بعد لقيت بلي كان الرقم كبير والجزائريين مفروقين في العالم حاليا تقريبا كل دولة تمشي لها كاين جزائريين كان حوالي 23 دولة اللي فيها المقتنعين الجزائريين اللي راهي عندك لاليست وهذه لاليست هذه مش معناها لاليست تاع الجزائريين الكل هذا يقدر يقدر تلمدها وهذه زانفورماسيون في بليك باش ما يقولوش الناس باللي حطيت اسماء العباد ولا غير المعلومات الموجودة في بليك اي واحد يقدر يلقاها فكسا قررت نديرهم في سيت وهذاك الوقت النظرة تاعي اني نديرهم وندير لهم طريقة باش يتصلوا ببعضها هذا كان الهدف منها انه هاد الباحثين يتصلوا مع بعضهم هذه نقطة يا موقع وين يتصلوا يقعدوا يعرفوا بعضهم يتصلوا ببعضهم والنقطة الثانية انه يكون عود واحد من برا يقدر ممكن يتصل بهم يتصل في ميدان معين يقول هذا الميدان اللي نسحقه يقدر يطلع يختار كاينين لا ليست الاختراعات تاعهم موجودين يطلع عليهم ويقول انا نسحق الاختراع هذا تروح هذا النظره درت نوصيت للسيت هذا في 2007 حاليا راني حوالي راهم في حوالي اكثر من 500 مخترع ضمن القائمه 3000 وحاجه اختراع موجودين 23 دوله
نظن اغلب الطلبه اللي عم يتابعونا يحبوا يسالون سؤال هو هل من نصائح تقدم للطلبه نصائح عامه للطلبه الجزائريين والطلبه العرب بصفه عامه؟ انا بالنسبه نصائح بالنسبه للدراسه تاعهم بالنسبه لما بعد الدراسه ايضا. انا بالنسبه للدراسه انا الواحد لكن انا كي لحقنا لهنا ليزيتاجيني ملي كنت جاي من الجزائر كنت صافا في الجزائر سو دي بون نوع بس كي ملي جيت من الجزائر كان على بالي عندي دي لاتين عندي نقائص الحاجه اللي ما كانش واحد يعرف روحه اكثر من نفسه يعني كل واحد يعرف نقائص يعرف لا جامعه يعرف نقاط القوه ونقاط الضعف اول حاجه دير تعبر نقاط الضعف تاعك مهم كبير لازم تعرفهم تعالج. النقطة الثانية كي تروح تخدم دائما تخدم حاجة اللي عندك مقدرة عليها. أنا النهار اللي بديت الشركة تاعي الشركة ستارت اب كيف بديتها رغم أني بديتها ما درت السي او عليها الشركة تاعي كنت خادم المرة ولي بريزيدون سي او طلع على بالي ما عنديش هذاك الوقت ما كانش عندي نظرة تاع السي او باش كنت على بالي بلي نعرف سي او فقط الشرح هو المدير التنفيذي للشركة انا كان على بالي نعرف ندير التكنولوجي حكمت فيس بريزيدون دانجينيري وعطيت لواحد اخر بخور قلت له دير فلازم تحط روحك في المنصب اللي راك قادر فيه ما تتعداش الحوايج خاطر مش ما تتعداش خاطر تخسر انت وتخسر الشركة معك المرة الأولى تحط روحك إلا لا بالنسبة للطلبة والناس كلها مش الطلبة أنا كيفاش الحياة كيفاش مشاها دائما عندي هدف ما نقولش الناس مشاها دائما عندي أبروت 10 سنين وراني روح عندك خطة عندك هدف عندي على 10 سنين وراني رايح وعلى بالي باش نلحقها هذه لازم على كل عام واش لازم ندير لازم مجموعة من المراحل ولا من الخطوات لازم الحوايج هذوما اللي لازم نديرهم باش نلحق مش معناها نلحق المهم تحط هذوما النقاط المطروحين ورايح لهم في اخر السنة كل سنة كيما تدور بصح لازم العام 12 وانت تخمم النقاط هذه كل سمانة خمم باللي راني في نمشي في الطريق تاعي ولا رايح نلحق ولا ما نلحقش ولا داعي تتأنب بنفسك باللي ما لحقتش ولا لحقت لا تحاول باللي قادر عليه باللي مويه اللي عندك ما تقولش لا راني جيت في الخلا ما نقدرش هذا لا دير اللي تقدر عليه وكلك فرصه جاتك فرصه نقز عليها الفرص ما تخليش انا خرجت من الصحراء من فيلاج كي كبرت كان ما عندناش رجيت جاتني فرصة خليتها لازم تاخذ الفرص ما تخليهمش وكي تجيك الفرصة تخدم باش تقدر وعندك لي بلون تاعك في اخر السنة دور العام تحاسب روحك قال واش درت العمل خدمت مليح ما خدمتش مليح واش تنقص واش ما نقصتش وتعاود تبدل البلون تاعك وراك ماشي دايما ماشي فيغيظني الناس اللي ما عندهمش بلون ما عندهمش نظرة في الحياة تاعو وراه رايح هذه واحدة ثانيا إذا كان عندك فكرة عديرها وعمرك ما تخليها تطيح يا قصدك هذه حاجة حاب تنجزها ما تخليهاش جاتك حاجة في راسك حاب تديرها الدنيا هذه مشاكل ما كانش واحد جاوة مشاكل قد ما جاوة عندي مشاكل تاع صحة مشاكل تاع مشاكل دائما مشاكل كل تيجي حاجة تطلع حتى ولكن لازم تخلي كما نقول لك الهدف تاعك واضح وجاك مشكل الهدف يتوخر شوية بس على الهدف تاعك عمرك ما تتخلى فيه وتقول لا لا انا جيت انا في قاعد خلاص جاني عائق نحبس ونتوخر نقول لا مش انه اغلب صحيح اغلب الناس اول ما يجيهم عائق خلاص يحبسوا واحد يحب يدير مثلا يحب يدير يولي استاذ تاع يحب يقري مثلا
يحب القرية ولكن السلاك مش مليح، يبطلها باش يروح يدير بزنس يبيع، رغم انه الحب تاعه هو في هو التدريس. انا هذه غلطة، يزول يكونش الواحد الدراهم هي اللي تصوب، لازم حاجة اللي يحبها هي الحاجة اللي تحبها، الدراهم من بعد دايما تجي تلحق، لازم تمشي دايما بالهدف تاعك، حط هدف تاعك بين صحيح، حوس الفرص، حوس بأكثر وسيلة ممكن تحوس تلقى جماعة يعاونوك، احنا جماعة حوس كل واحد يدير وحده، يد واحدة ما تصفقش. يعاونوك الوصول للهدف تاعك؟ الهدف تاعك. أهدر مع الناس كل، أي إنسان في المنطقة، الليغال، مش نحكوا في الليغال. أنك تسمع بواحد بدي يعدي حاجة وواحد يقدر يعاونك، ما هو الخاف. أما في الطلبة كان حاجة اللي غاضبني إني أنا ما درتهاش معاهم. قريت ولا الجزائريين الكل. قرينا وما تعلمناش كيفاش نهضروا مع الببليك سبيكينغ. هذه حاجة صحيحة. ما تعلمناش الببليك سبيكينغ. الحاجة الوحيدة اللي نتعلم ونقدر نعاود من جديد أنا في الحياة تاعي، ليكول تاعي، نتعلم كيفاش نهضر مع الناس. المجتمع تاعنا خلانا نوع ما حتى في العائله الواحد طفل صغير يقول له اسكت اسكت ما تهضرش، تعلمنا هذاك اسكت، الاستاذ يقول لك اسكت، اي واحد يقول لك اسكت، تعلمنا كي تلاقى قدام واحد ما تعرفش تهضر تهضر لك الحضره ولا مثلا تلقي خطاب خطاب بريك سبيكينغ، وهذه راجع كل عدد كبير من الناس، فمهم ياسر الواحد يتعلم كيفاش يتعلم هذه المهارات. كاين كاين حاجة دائما الناس يعتبروها هي الأساس تاع النجاح، يقول لك الذكاء هو أساس النجاح، دائما مثلا باش تكون في مجال البحث العلمي تكون ناجح لازم تكون ذكي. هل أنت في رأيك الذكاء هو الحاجة الأساسية، ولو كان مقارنها مع حاجة أخرى مثلا الناس المثابرين اللي يخدموا، شكون اللي ينجح أكثر، الإنسان الذكي ولا المثابر ولا لازم الزوج ولا في الحياة تاعي أنا شفتهم في زوج، الأغلبية اللي نجحت اللي شفتهم نجحوا مثابرين، يعني المثابر ينجح أكثر من أكثر. الإنسان اللي بمعنى آخر، إذا كان مثلا باللي الذكاء ماهوش الحاجة الأساسية اللي تنجح، ماهوش ينجح للمثابرة والعمل هي الحاجة الأساسية، الذكاء يساعد الإنسان اللي ذكي ويثابر هذا ينجح أكثر. الذكاء وحده ما يدير والو، الذكي وخطرة خاصة دخلت لك في راسك بلي راني ذكي وهذاك يحمل غرور طفرت، فلازم لك الذكاء، ولكن لك الذكاء انا نقول الذكاء الاجتماعي، انا كان تعرف تستعمل باش تعدي الفكره، تعرف تستعمل الناس اللي دايره بك، خطرها ميم حتى تجيك فكره ديرها ستارت اب، تجيك فكره ديرها هذيك الفكره ما تقدر دير بها والو لو كانت في راسك قاعده في راسك، طورها قد ما تطورها. لازم تلقى واحد يدبر لك الدراهم، لازم تلقى واحد يسوقها لك، لازم تلقى واحد يخدمها لك، هذوما كل لازم يخدموا جميع، لازم تخدم مع المجتمع. الذكاء واحد لي بيرسيفيرون هذوك يقدروا ينجحوا حتى لو كان الذكاء مش خطا، واش يديروا اذا كان رفض روحك ما عندكش هذيك القدره باش دير تحوس جماعة ليكمبونسي لك لابارتي تاعك. أنا هذا هو الذكي، الذكي اللي يعرف الحاجة اللي تخصه ويعرف وين يجيبها باش يكون روحه. شكرا يعطيك الصحة، بارك الله فيك دكتور، وجزاك الله خيرا على هذه النصائح اللي قدمتها وعلى هذا الكلام اللي قدمت به. لكن تنفع أي إنسان شكرا. شكرا.